أهلا بيكم في برنامجكم حكايتين وبس. برنامجنا بنناقش فيه كل حكايات وحواديت أساطير زمان، وكل حكاية موجودة في كل بيت وكل شارع وكل حارة موجودة في مصر والوطن العربي. وكل مرة نناقش فيها الحكاية هنطلع بيها بفايدة. كل ده هتشوفوه معانا في حكايتين وبس. هنبتدي حكاياتنا النهاردة عن الابن الكسلان. عايزة اقول لكم ان الام المصرية شقيانة جدا وتعبانة من شغلها للبيت ومن البيت للشغل. بتروح الساعتين اللي بترتاحهم عايزة يكون بيتها حد يساعدها في البيت، حد من ولادها يساعدها في البيت. عايزة تروح تحس انها مرتاحة نفسيا وهي قاعدة في البيت. احنا نحكي النهاردة عن ولد كسلان، هنعرف من خلال حكايتنا المشكلة اللي حصلت معاه. واحنا ان شاء الله عايزة اقول لكم الحكاية هتعجبكم جدا. هنحكي عن الام المصرية اللي بتشتغل وبتروح بيتها. الولد اللي انا هحكي عليه ده اسمه عمرو. مامة عمرو كل يوم تروح تلاقي عمرو بيجي من المدرسة يذاكر، يركن كتبه على جنب، يرميها في اي حتة، يقلع هدوم المدرسة يرميها في أي مكان. الكوباية اللي بيشرب فيها الشاي يرميها في أي حتة، أي حاجة بيشربها، أي حاجة بياكلها، مهمل جدا في البيت، وهي معهاش غيره. كذا مرة تقول له: يا ابني يا ابني أنا باجي تعبانة من شغلي، أرجوك أرجوك يا ابني نفسي أجي ألاقي البيت مرتاح كده وهادي. يا ماما أنا باجي من المدرسة تعبان مش بقدر أعمل حاجة. قالت له: ليه يا ابني بس كده؟ ساعدني حتى. طيب هقول لك على حاجة، رتب دولابك، رتب سريرك قبل ما تنزل تروح المدرسة. الله حاضر يا ماما، أنا هسمع كلامك، صحيني الصبح بدري قبل ما باص المدرسة يجي ياخدني. أنا هقوم أروق سريري وأروق حاجتي قبل ما انزل، وهفرحك يا ماما وهنبقى كويسين مع بعض يا ماما. قال لها الكلمتين دول وهي اطمنت ونزلت راحت شغلها وسابته. تاني يوم لقيته مرتب الدنيا اول يوم، تاني يوم جت تصحيه قال لها: يا ماما صحيني الساعة مثلا 6:30 عشان الحق اروق حاجتي قبل ما انزل. قالت له: ماشي. صحته وقعد بقى يروق شوية عشان يضيع الوقت اللي جاي فيه أتوبيس المدرسة، ملوش مزاج كمان ينزل يروح المدرسة. عنده 17 سنة. المهم إن هو سمع كلام مامته وصحته فعلا 6:30 وقام يروق زي ما قالت له بالظبط. بص من البلكونة لقى أتوبيس المدرسة مشي. قال لها: يا ماما الأتوبيس مشي. قالت له: طيب انا هعمل لك ايه؟ قال لها: صحي بابا يوديني بالعربيه. قالت له: العربيه مش متصلحه. اتصرف. قال لها: طب هاتي فلوس اخد تاكسي. قالت له: معيش فلوس، المدرسه بينها وبين البيت محطتين بس، انزل واتمشى. قال لها: اتاخر على المدرسه. قالت له: لا مش هتتأخر على المدرسة، وتكوني اتأدبت عشان تصحى قبل ميعادك بنص ساعة، تخلص حاجتك وتلحق باص المدرسة. قال لها: كده يا ماما بتعملي كده معايا؟ طب احنا عربيتنا بايظة، هاتوا عربية تانية. قالت له: احنا مش في مقدرتنا ان احنا نجيب عربية تانية، كفاية علينا عربية واحدة للبيت، احنا أسرة صغيرة واحنا متوسطي الدخل، ما نقدرش نجيب عربية تانية علشان حضرتك بتروح بمزاجك المدرسة وبتقعد بمزاجك. قالت له: يلا انزل. قال لها: طيب. راح خد بعضه ونازل خدها مشي للمدرسة، وفعلا وصل المدرسة متأخر وخد له كلمتين في جنابه.
بعد كده راح خلص اليوم الدراسي بتاعه وروح. خلص يومه الدراسي في المدرسة وروح. روح دخل البيت، قالت له ممكن تروق حاجتك وتشوف اللي ناقص في البيت تعمله معايا. قال لها يا ماما لو سمحتي انا جاي تعبان من المشي اللي انا مشيته النهارده ومش قادر. قالت له لو سمحت ساعدني في البيت، انا كبرت ساعدني في البيت. طيب خش روق مكتبة بابا، بقالها كتير محدش دخل روقها وانا باجي تعبانه ومش بلحق. قال لها طيب المكتبة حاجة سهلة، هدخل يا ماما أروق المكتبة مفيش مشاكل، بس مش هعمل حاجة تاني. قالت له خلاص روق مكتبة بابا، وانت بتروق المكتبة دور على مجلة اسمها تايم بريطانية. قال لها ليه يا ماما؟ قالت له دور عليها ولما تلاقيها هقول لك تعمل ايه. الولد دخل المكتبة وفعلا قعد يروق باهتمام، ولقى المجلة تايم البريطانية وجابها لمامته. قالت له اقعد اقرأ المجلة دي وعايزاك تحفظ كل حاجة فيها. ليه يا ماما المجلة دي بتتكلم عن ايه؟ قالت له انا هقول لك نبذة وانت كمل، ولما تخلص المجلة قول لي ايه اللي فهمته منها. قال لها حاضر يا ماما. قالت له المجلة دي بتتكلم عن ابن ملكة بريطانيا راح مدرسة داخلية، وانت من خلال المجلة هتعرف هو عمل ايه. انا عايزاك تبقى شاطر وكويس وتساعدني في شغل البيت وتبقى انسان كويس وصالح في المجتمع. الله حاضر يا ماما انا هقعد مع نفسي وهقرأ. دخل المكتبة وقعد يقرأ شوية مع نفسه، ورجع تاني يقول لها يا ماما ابن ملكة بريطانيا معقولة يروح مدرسة داخلية؟ قالت له كمل قراية وتعالى احكي معايا. الولد قرأ ايه بقى في المجلة؟ قرأ في المجلة ان الملكة اليزابيث تولر كان عندها ولد اسمه شارلز، كان في عمر عمر عنده 16 17 سنة. والدته ودته مدرسة داخلية في سويسرا علشان يتعلم في المدرسة الداخلية. وبعدين لما خلص المدرسة وراح خلص يعني ان هو يروح مدرسة داخلية خلص تعليمه عشان يخلصش بقى المدرسة الداخلية في سويسرا دي. المدرسة دي ما بيدخلهاش إلا أولاد الأمراء والملوك ورؤساء الدول، معروف عنها كده، وموجودة في مكان زراعي يبعد عن الحياة اللي الناس عايشاها في المدينة. قعد يقرأ بقى عن حياة الولد ده، قعد يقرأ إيه عمرو بقى اللي قرأ عن شارلز. قعد يقرأ إن هو بيصحى الصبح بدري، يصحى الصبح بدري يوضب سريره، وعندهم مزرعة صغيرة كده عاملينها علشان المدرسة بعيد عن العمار، فيها شوية طيور شوية حاجات كده بيستخدموها في المدرسة. لو في باب مش مدهون هو وزمايله بيجيبوا المعدات ويعملوه ويصلحوا فيه، لو في شباك مش مدهون بيدهنوه، قايمين بكل حاجة في المدرسة. طبعا وهو بيقرا مبسوط جدا ان هو بيقرا حاجه زي كده، وهو بيقرا بيقول يا سلام معقوله ابن ملكه بريطانيا يقعد في مدرسه داخليه؟ عمال يكلم نفسه هو مش مصدق. ارى كمان ان ابن الملكه كل يوم الصبح بيوضب الاكل بنفسه ويعمل كل حاجه بايده هو والمجموعه اللي معاه، كل حاجه ماشيين واحدة واحدة وبنظام وترتيب، واللي يغسل واللي ياكل في طبق حضرته يتفضل يغسل الطبق، بعد ما يقوم من على السرير يروق سريره وينفضه علشان لما يخلص شغله في المدرسة وحاجته يرجع سريره يلاقي نظيف يقعد عليه ويقرا شوية، يروح عامل اللي عليه ونايم ما يبقاش مرهق، ويجي كمان يقعد يعمل
حاجته يعني في اوضته، وهو بيقرا بيستمتع جدا. قرا ايه كمان بقى؟ ان تشارلز هو والمجموعه اللي معاه في يوم من الايام اتفقوا انهم يروحوا رحله. الرحله دي تبعد امطارا واميالا عن المكان المدرسه في سويسرا اللي هم قاعدين فيها. بعد ما مشوا جمعوا بعض شويه، جمعوا بعض كلهم وركبوا الاتوبيس وراحوا الرحله. قبل ما يركبوا جهزوا نفسهم. ازاي جهزوا نفسهم؟ حطوا كل حاجه، لو الاتوبيس حصل حاجه هم يقوموا بالواجب معاه. عملوا ايه بقى؟ الاتوبيس بعد امطار عطل منهم، بعد اميال، ولا عذرا، بعد اميال عطر منهم في مكان هم مش معاهم موبايلات ولا معاهم حاجه يتصلوا بالمدرسه يقولوا ان الاتوبيس عطلان. يعملوا ايه؟ احنا لو عندنا هنا هنعمل ايه؟ هنتصل ونقعد ممكن في الطريق نستنى اما حد ياخدنا معاه ويرجعنا المدرسه او يرجعنا المكان اللي احنا عايزينه. لكن هم، شوف بقى هم عملوا ايه؟ ايه اللي عملوه؟ خدوا بعض ولموا بعض المجموعه كلها، والاتوبيس عطلان طبعا، ونزلوا قعدوا وفتحوا العربيه الاتوبيس من ورا وطلعوا العده اللي معاهم، وكل واحد عنده فكره حطها. كل واحد عنده فكره حطها. ازاي؟ هما في مدرسه داخليه بيتعلموا كل شيء، زي المدارس الصينية عندنا هنا بيتعلموا خراطة وبرادة ونجارة وكل شيء. هم كذلك عندهم كده، نزلوا وفتحوا الأتوبيس وقعد كل واحد بفكرته من المجموعة كلها، تيم واحد يصلحوا في موتور الأتوبيس. أخد منهم وقت، وهم بيصلحوا قالوا إحنا لو ما كانش عندنا فكرة، يقولوا البعض المجموعة، لو ما كانش عندنا فكرة إن إحنا نصلح الأتوبيس كنا عملنا إيه في الجبال اللي إحنا فيها دي؟ طبعا كلهم المجموعة كانوا مبسوطين جدا إن هم قدروا يعملوا حاجة بإيديهم، إن هم تفكيرهم قدر إنهم يصلحوا الموتور، الحاجات اللي واقعة في موتور الأتوبيس، وكانوا فرحانين جدا وخلصوا وركبوا وراحوا رحلتهم، وكانت طبعا رحلة سعيدة. الولد بقى ترجع لعمرو تاني. عمرو بقى والدته نادته قالت له ايه اللي فهمته من القصة؟ قال لها يا ماما قصة جميلة جدا، والله انا من هنا ورايح كل مرة تعملي فيها حاجة في البيت هكون معاكي ايدي بايدك. انا بقول كده ليه القصة النهاردة؟ علشان ولادنا اللي مش بيعجبهم اي شغل يروحوه، اتعلم كل شيء. قدر انك انت خدت شهاده وسافرت بره مصر، مين هيخدمك؟ لازم تكون متعلم كل شيء. وبعدين ما تتبطرش على الشغل، اشتغل اي شيء، اي حاجه اشتغل، وهات مصاريف كليتك وهات مصاريف مدرستك. مش تخلص مثلا كليتك وتبقى قاعد مستني بقى، مستني واحد صاحبي اما يتصل بيا علشان جايب لي شغل، الشغل ما عجبنيش فعلشان كده انا ما نزلتش اشتغل. لا، اشتغل اي حاجه، اعتبر نفسك بره البلد، ما انت بره البلد بتشتغل كل شيء. بدل ما تشتغل بره بلدك كل شيء، اشتغله جوه بلدك. تمام، حلوه الحكايه. عايزه اقول لكم حاجه كمان، الولاد اللي بيصمموا، اهالي الاولاد اللي بيصمموا انهم يدخلوا كليات هما مش عاوزينهم، هما الولد او البنت مش عايزه الكليه دي وبتدخلها غصب عنها، مش بتكمل فيها، بتضطر تحول وتقعد سنه غصب عنها، بتضطر تحول وتروح الكليه اللي هي تعجبها، اللي هي ماشيه مع رغبتها. سيبي ابنك وسيبي بنتك يشوف هو عايز يدخل ايه برغبته هو، انت مش هتعيشي له العمر كله تحكمي ان هو يدخل الكليه الفلاني علشان زي بابا، علشان تطلع زي ماما.
طب ما هيدخلش، هيدخل وهيفشل. كل قصة في الدنيا لها مكان وزمان. ومعانا الحلقة الجاية قصة جديدة من برنامج حكايتين وبس.